صحتها محدش. هجيبه لك حالا دلوقتي. طب بعد اذن حضرتك ساره لورا لسه هطلع بالعربيه دي قدام يعني انا قلت قبل كده الفنان نور الشريف، يعني انا كنت من حسن حظي ان انا يعني كنت قريب منه واعرفه عن قرب. اللي يعرف نور الشريف حاجات كتير قوي. الفنانة دينا كانت في موقف مؤخرا. الفنانة دينا كان في موقف يجمعك مع الفنان نور الشريف اخيرا. قيمة كبيرة أوي له فضل عليا وعلى مجموعة كبيرة جدا جدا من الفنانين، ومش هيتعوض قيمة قيمة في جميع المجالات الفنية، في التلفزيون وفي الإذاعة وفي المسرح. ما هو البنات وأخرج الناس هتقول لك بيتحرك. كان مثقف، كان فنان عظيم جدا له فضل على أجيال كتيرة جدا، وأنا منهم إنه وقف جنبهم وساعدهم. وكان ممكن بس كلمة أحمد، ما عداش يا أحمد.